باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بيان من مكتب القائم مقام البطريركي نيافة الأنبا بخوميوس. تلقينا بأسف شديد تكرار حوادث تهجير الأقباط من بيوتهم ومحافظاتهم قسرا طارة وبتهديد طارة أخرى، إذ بدأت بواقعة التهجير في منطقة العمرية ثم امتدت إلى منطقة دهشور، واليوم يتم بألم شديد بس الرعب والتهديد في نفوس أبنائنا الأقباط في رفح لتهجيرهم من أماكنهم. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام نشرت عن هذه التجاوزات منذ أكثر من شهر، إلا أن الأجهزة المسؤولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو ما نشر، ولم يتم توفير الأمن اللازم لهذه الأسر المصرية التي لها الحق أن تعيش في بيوتها آمنة. وأننا بقدر ألمنا الشديد واستنكارنا لعدم توفير الأمن لأبنائنا بل وكافة الأسر المصرية وحرمانهم من أبسط قواعد حقوق الإنسان، لذلك نطالب الأجهزة المسؤولة للتصدي لهذه التصرفات التي تحاول إهدار سلطة الدولة وإظهارها بما لا يليق نحو عدم قدرتها على حماية أبنائها، وهذا ما نرفضه. ومن منطلق واجبنا الوطني نطالب بضرورة توفير الأمن لكافة المواطنين والحفاظ على تأمين حدود وطننا العزيز مصر، داعين الله أن يحفظ مصرنا وطنا آمنا لجميع أبنائه. الأنبا بخوميوس القائم مقام البطريركي 28/9/2012. واتفق أعضاء لجنة الترشيحات على الأيام القادمة بخصوص الصوم العام بطقس الصوم الكبير من يوم 1 أكتوبر ليوم 3 أكتوبر، يعني إن شاء الله الاثنين والثلاث والأربع القادمين. يوم 4/3 أكتوبر هيبقى فيه اجتماع للمجمع المقدس الساعة 10 الصبحية، وبعد كده يعقبه فيه قداس سيحضره الآباء الأساقفة وأيضا كافة الشعب الذي يستطيع الحضور في الكاتدرائية المرقوسية بالعباسية بحضور نيافة الأنبا بخوميوس والآباء الأساقفة للصلاة من أجل اختيار البابا الجديد وتأبين شهداء ماسبيرو وبمناسبة مرور عام على استشهادهم. وبعد القداس إن شاء الله بعد الساعة 3:30 للساعة 4:30 في اجتماع صلاة مسكوني بحضور الطوائف المسيحية الثلاثة.